المشاريع المماثله. نبين حجم الاعمال المنفذه في هذا المشروع على سبيل المثال للحصر، قد تجاوزت كميات القطع الصخري 8 مليون متر مربع مكعب، واعمال الردم قاربت 6 مليون متر مكعب. وبالنسبه لاعمال البنيه التحتيه فقد تجاوزت اطوال التمديدات المنفذه 160 الف متر طولي. بالإضافة لأعمال الخرسانات التي تجاوزت كمياتها المنفذة في المشروع 180 ألف متر مكعب، وبحمد الله وفضله قمنا بتطبيق آخر ما وصلت إليها المعايير الدولية في تنفيذ هذا المشروع. وفي مجال السلامة في المشروع مغطى بالكامل بكاميرات المراقبة التي تحمي المشروع بإذن الله من الناحية الأمنية والتنظيمية، وكذلك قمنا بإيصال شبكات إطفاء الحريق والإنترنت إلى كل ورشة في المشروع. وأخيرا وليس آخرا نكرر الترحيب بالجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، رئيس أعضاء المجلس البلدي، أعضاء الغرفة التجارية والصناعية في جدة، حضرات